ابو حميد، عايز اسالك هنا في حته، ليه تجربه الزمالك 3 شهور بس وخلصت؟ هي كان ليها اوضاع خاصه شويه. اولا ما كانش في قيد في الزمالك في التوقيت ده. كانش في قيد؟ طب كان كنت رايح ليه؟ الكابتن احمد حسن ساب الفريق ومسك منتخب مصر، وانا الدوري في بلجيكا، انت عارف بلجيكا ليها نظام كده مختلف شويه، طريقته مختلفه. فبنخلص في شهر 3. فلما جيت قالوا فرصه يعني نأيد احمد هنا، فما مشيتش الامور على ما يرام. اخر مباراه ليا جبت جول في تليفون بني سويف، كان جول فاول، وكانت اخر مباراه ليا معاهم كانت مازيمبي، في مازيمبي خسرنا 1-0. بعد كده جالي شد في الخلفيه، مزق في الخلفيه مش شد كمان، وكلمني مستر ريكاردو قال لي انا محتاجك معايا، لان انا كنت معايا قبل كده في لما وصلنا فاينل دوري مع الاسماعيلي وكده، فقال انا عايزك معايا. فرحت اللي هو ريكاردو البرازيلي. فكلمت كابتن احمد سليمان، والله حتى كان ليا ساعتها مبالغ وكده، قلت له يا كابتن انا مش مرتاح. قال لا انت موجود معانا وهنجيب فرقه السنه الجايه محترمه وبتاع. قلت له لا، انا مش يعني نادي الزمالك اي حد يتشرف انه يلعب فيه شرف لاي حد، ولكن انا مش لاقي نفسي يعني. فمن هنا ما شهرين فسخ بالتراضي. بالظبط، شهرين يعني، ما طولتش يعني. ما طولتش. طيب عايز اسالك هنا في اللعب للاهلي والزمالك والاسماعيلي، انديه جماهيريه كبيره وضغوطات، مش اي حد بيستحمل ده، مش اي حد يقدر يشتغل في التلات انديه دي بصراحه يعني. مظبوط. انديه عايزه تكسب، انديه عايزه، مش ما ينفعش ان انت الجمهور صعب كمان في التلاته. انا من اللعيبه اللي احب العب مع جمهور، تحب تلعب مع جدا جمهور. وفي لعيبه كانت لعيبه كبيره تخاف بتلعب معايا تخاف من جمهور. يعني لو الملعب متقفل مثلا، جمهور تلاقيه مش عايز يلعب، خايف يمسك رجليه. لا، انا كنت احب الجمهور، احب لما اشوط كوره جنب العارضه الجمهور يهيص، احب لما ارقص ترقيصه حلوه، احب لما اقطع الناس قافله. كان الاجواء دي بتحمسني. بتحبها. في لعيبه تانية ما تحبش الكلام ده. للاسف الانديه الجماهيريه كمان لو الجمهور كرهك مش تلعب، خاصه في الاسماعيلي يعني. شويه الاهلي والزمالك عندهم الملايين كتير جدا. لا، ما انت اكيد الناس حبوك لان 8 سنين. لا مش قصدي، انا قصدي ان في اسماعيليه، بورسعيد، اسكندريه، انت بتحتك في الشارع مع الناس اللي بتيجي الملعب. طبعا. يعني هو الدايره صغيره هناك. الدنيا صغيره. انما انت الاهلي والزمالك ممكن اللي بيجي يشجعك في استاد القاهره اصلا ما بتشوفوش صدفه، لكن احنا الناس اللي بتشجعنا هو اللي بنقابلها في الشارع واحنا ماشيين، هو اللي بنعملها. فكان في لعيبه بتلعب يعني، كان في لعيب اسمه هاني علي مثلا بيلعب معانا، ده كان من اللعيبه اللي الفينش بتاعها عالي جدا. وهو كان يحب، بس ما يعني عايز جمهور يلعب معاه، هو بيحب الجمهور. لو الملعب تحس ان هو بينام. كان بيلعب في الاسماعيلي، كان بيلعب في الناشئين في الاسماعيلي. كان من الهدافين هاني علي، كان من الهدافين اللي هم اللي تحب تلعب مع جمهور. وفي لعيبه ثانيه بدون ذكر اسماء مش عايز اقولها، كانش يحب الجمهور خالص، ولعيبه كبيره يقلق يعني. لو قلت لك على يعني اسمه، لا مش هقول طبعا، ما تصدقش ان هو ده اللي بيخاف. معقوله بقى اللعيب ده بيخاف؟ يقول لك ايه ده، بكره الجمهور مثلا مليان وبتاع، مش حابب الموضوع جدا يعني. فهي سلاح ذو حدين، انا احب الجماهير بصراحه.